وراجع. واحد بقاله 3 ايام غايب وما بيردش على تليفون، عايزنا ما نقلقش ازاي يعني؟ هو الموضوع مقلق يا بنتي، انا معاكي انه مقلق، بس انا عارف اصلا انا عصفوه مزاج، وهتلاقيه خد يومين ثلاثة بلبطة مع اصحابه البلطيم. بلطيم مين يابا؟ ما اصحابه متلقحين قدامك اهو. ايوه، من ساعة هو برنامج صريح الفيل ده وهو اللي حلق لنا. ما انتوا اللي قلتوا معاه وقلتوا عليه خاين وجاسوس، ده حتى يا حبة عين امه الشقة الجديدة اللي كان مأجرها صاحب الشقة طردوا منها، احنا اللي رميناه في الشارع. وبعدين يعني هو انا هعرفكوا على عصفور؟ ده ما يعرفش اسرائيل من القليوبية. لا عيب، انتوا قلتوا معاه. انا بكلمك انت كمان يابا. ما تاخديني بالقفه يا بنت، ما تهدي شوي. وبكلمكم كلكم، بدل ما ناخده ونحضنه نرميه في الشارع. صاحبه جه اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده برضو ضيعت مجهودي كله ورجعت للفلانه المعفنه اللي كنت بتلبسها. براحتك اخرس. احنا فين ولا في ايه؟ بقولك يا دكتور، مفيش عندك اخبار عن عصفور؟ لا والله، انا حتى عمال اكلمه وما بيردش عليا. احنا نفس الحكايه، انا طلعت السطح برضه لقيت قطه مكركبه، ممكن يكون جه امبارح او اول خد حاجه ومشي تاني. طب ما ممكن يكون فوق السطح دلوقتي. احنا قاعدين من الصبح ما عداش قدامنا، هيطلع على السطح ازاي من غير ما نشوفه؟ ايه بيطير؟ ايه بيطير؟ لا هيطير ازاي يعني؟ هو الرجل العنابي ولا ايه؟ ده مجنون ولا ايه؟ مجنون، ده لسه في دلوقتي. اخرس. طيب انا همشي، ولو شفتوه قولوا له ان انا سالت عليه، خليه يكلمني ضروري. بس الحقيقه انا قبل ما امشي بس كنت عايز اعتذر لعم هيصه قدامكم كلكم. على ايه يا ابني؟ على اللي حصل مني امبارح. انا فعلا يا عم هيصه كنت حمار قوي معاك. مش فاهم حاجه. ما تسامحش في حقك يابا، دي مش اول مره تحصل. هي ايه يا بنت؟ لا والله يا عم هيصه، دي اول مره واخر مره هتحصل، ولو حصلت مني تاني اعمل فيها اللي انت عايزه. افهم، انا مش فاهم حاجه. جرأة يا عم هيصة، جرأة ايه؟ ما تسامحه، الراجل واقف هيبكوا وهو واقف، ما تسامحه وتخلصنا. خلاص يابا بقى، المسامح كريم، انت قلبك ابيض برضه. ايه قلبك كبير؟ انا مش فاهم حاجة. ده انا فهمت، ما تبقاش دماغك صارمة قديمة بقى. ما تقوموا في داهية انتوا الاتنين، انا وعايزكم اذا كان على اساس الصعب. المشكلة مش فاهم حاجة يا عم هيصة. مش مهم تفهم، المهم ان انت سامحتني. شكرا يا عم هيصة. حاب اكلمك. المهم ان انت سمحت. واخد بيت الترامادول على اللي بياخدوا الترامادول، على المخدر. الحمد لله على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول الرجل العنابي يخاف كده؟ يا عصفور مالك؟ ما بتردش عليا ليه؟ كان عندي كام حوار كده لمؤاخذة بخلصهم يعني. طب تعالى اهو، تعالى. مالك يا عصفور؟ مش على بعضك ليه؟ ما انا زي الفل اهو يا دكتور، انت هتخليني مش على بعض ليه بس؟ لا اصل في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها صحر. كذاب ورمة وزبالة اللي قالك كده، اسمها عبير. عبير؟ اه عبير احلى من صحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمة وزبالة برضك اللي قالك كده، انا على طول باخدها فوق الموطة. ايوة خر بكل حاجة، خر يا خروف. جرى يا دكتور، انت بتستدرجني بالكلام ولا ايه؟ انت يا حبيبي مستدرج لوحدك، مش مشكلة. انا عارف انك بتمر بظروف صعبة الايام دي، بس ده ما يخليكش تاخد فلوسي. واخلع انا يا دكتور، الدماغ مش واصلة، مش حاطط ايدي على البلف. فلوس ايه اللي اخدتها؟ فين ال 100,000 بتوع يا عصفور؟ 100,000 جنيه بتوع ايه؟ انت مش خدت من صالح الفيل 200,000، يبقى انا ليا 100,000. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قد كده على قلبك وبترمي لي انا فتافيت. هو اللي قال لك الكلام ده؟ عصفور انت مالكش غير، صالح الفيل ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما اتعاملت معاه من ورايا؟ خلاك تسرقني. لا لحد هنا يا دكتور وستوب، انا مش حرامي يا دكتور، ولو زودت تاني في الكلام هقول لك كل قرد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بقول لك انت يا دكتور. لا مؤاخذه بقى، انا عايز انام. شرفت يا دكتور. وانت من اهله يا زميلي. يا دكتور شيحه، شفت عصفور الكلب بيتحداني، اول ما اتلم على صريح الفيل اتنمرض عليا، بس انا ورحمه ابويا ما انا سايبه، لو وصلت بيا ادمر له حياته الشخصيه هدمرها له.
صلاتي على النبي. ايه ده؟ هي عبير مش معاك ولا ايه؟ أعدمك يا عنبايتشي، بس أنا سامعة كده إنها هتغيب لها يومين تلاتة. أصل الصدمة كانت شديدة قوي عليها يا دكر. دكر؟ هي عبير حكت لكم على اللي ما حصلش بيني وبينها؟ أساسي، دي مصيحة لك في كل حتة. يا نهار أزرق، بس والعشرة الكرام يا أب، العشرة الكرام يعني. أنا كويس أصلاً، مش ده الطبيعي بتاعي. بس زي ما تقولي كده يعني اليومين دول عندي الفكر. بعدين يعني الكل عناب كبوة. طب بقول لك ايه؟ ما تاخدنا انا. هاخدك اعمل بيك ايه بقى في الظروف المنيله دي؟ عايزه تسيحي لي؟ شوف كده يا اخويا، لا تكون حبيبه القلب. فيها بنت يا نتاشا؟ عم هيثم ماله؟ عمك هيثم كويس. عم هيثم كويس؟ امال انت جايباني في قلب المكان الغريب ده ليه؟ هتغتصبيني يا بت ولا ايه؟ اغتصبك ده ايه يا منيل على عينك؟ اقعد اتحدى عايزاك في كلمتين. عايزه ايه يا قرطاس النكد؟ جاتك البلا وقعت قلبي. ما تنطق يا قرطاس النكد بدل ما اخنف اهلك. صاحبك بيرة. ماله بيرة؟ ناوي على الشر. لمين؟ للعنابي. طب وانا مال انا؟ انت جايبانا هنا عشان تقولي لي بيره مناوي على الشر للعنابي؟ ما يولعهم الجوز. انت هتستعبط ياض انت يا. استعبط في ايه بس؟ انت قصدك يعني عشان سمعتي من بره ان العنابي صاحبي وحبيبي وكده؟ لا انا قطعت مع الواد ده خلاص، يولع بجاز. بتبصيلي كده ليه يا بت؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ في حد يتصاحب على روحه؟ أنا عارفة كل حاجة يا عصفور، عارفة من أول يوم طرت فيه، عارفة إن أنت العنابي. يوم ما نزلت من الحارة رقبتك مجبسة ورجعت زي الفل، ولما جريت من حبشي وبعدين رنيته علقة على ودني، يوم ما شلت عربية الكبدة على إيدك ولا ناسي؟ يا ابني أنت أهبل، ما أنا بنضف بيتك كل يوم وبلاقي بدلة العنابي تحت السرير، أنت اتجننت ولا إيه؟ كفاية يا نتاشا خلاص، أنا عرفت أنت عايزة إيه. بركة يا جامع، العبيط فهم. عايز انا اشتري سكتك بكام يا نتاشا؟ 30,000 40,000؟ سفخص عليك صحيح ناقص. انا برضو يا عصفور، ده انت كل يوم كنت بتنزل فيه بتنزل وانا حاطه ايدي على قلبي وبدعي ربنا ان هو يسترها معاك. انا عارفه ان انت لو كنت كشفت في الشغلانه المعفنه دي كان زمانك رحت في 60 داهيه. شغلانه السوبر دي ما تنفعكش يا عصفور. انا مش فاهم يعني، طب انت جاباني في قلب المكان ده ليه؟ تشحتي عليا؟ عايزه ايه يا بت؟ الدماغ مش واصله. انا عايزاك كويس يا عصفور، عايزاك تخلي بالك من الحربايه اللي اسمه بيره ده. ده ناوي لك على الشر. يوم ما كان لازم متنرفز من عندك في البيت كلم واحد على التليفون انا ما اعرفوش وقال له ان هو ناوي لك على نيه سودا. ماشي هيبقى كده يا بيره. بقول لك يا بت نتاشا، انا مش عايز اي حد يعرف الكلام اللي انت قلتيه لي ده، يفضل في طي الكتمان بيني وبينك. يا عصفور انا لو عايز اخبص كان زماني خبصت من زمان. عارفه يا بت نتاشا، انت اجدع بنت شفتها في حياتي. صحيح اختي يا بت. الله ياخدك يا اخي. اختك ده ايه؟ اختك ده ايه يا عصفور؟ انا مش اختك. مش عايزه تبقى اختي، عايزه تبقى ايه يا نتاشا؟ عايزه تبقى امي. انا عايزاك انت يا عصفور. عايزاني انا؟ انت مش ماشيه مع بيره ما بت؟ تصدق بقى ان انت معفن وما عندكش ريحه النخوه؟ ايه ماشيه مع بيره دي؟ بيرة لا ينفعني ولا ننفعه. وبعدين سلمى دي كمان ما تنفعكش، دي تفتصك. والمحاسيس دي بقى يا بت زادت عندك قوي لما عرفت ان الرجل العنابي. قطع العنابي وسنين العنابي وقطعت انت في ساعة واحدة، انت والعنابي. عصفور انا بكره العنابي ده وما بينزليش من زور. العنابي ده هو اللي بعدك عني. انا بحب عصفور، عصفور اللي انا منه وهو مني، عصفور الغلبان اللي احنا متربيين سوا، عصفور اللي عم هيثم ربيه بس هو مش اخويا، عصفور اللي بيشتغل ورا كاريكا اللي يوم معاه وعشره معهوش.